غالبا ما نعيش حياتنا منشغلين في مشاكلنا اليومية، قراية، بحث عن العمل، الزواج، الصغار، القروضات، البني، مصاعب الحياة تحرمنا من الحاجات اللي نحبوها على خاطر راوها صعيبة ومكلفة، خاصة السفر، السفر غالي، الفيزا صعيب، وديما نعتبروا اللي فما حاجات أهم في الحياة نتحطوا في القالب اللي ما اخترناهش، وكثيرا ما نعترضوا ناس كيفنا مش فرحانين بحياتهم ويقولك الله غالب الدنيا صعيبة. أما فما ناس اختاروا أنهم يكسروا القالب، يرميوا كل شيء وراء ظهرهم ويعيشوا حياتهم كيما اختاروها، الرحالة، يتنقلوا من بلاد لبلاد مش لمجرد الترفيه وإلا الشوبينج، بل هو نمط حياة. اختاروا يكونوا سيتويان دو موند أو مواطنون بلا حدود، لأنهم كسروا حاجز الحدود. الرحالة التوالسة موضوعنا الليلة في حكاية تونسية. مرحبا بكم. الرحالة التوالسة موضوعنا الليلة في حكاية تونسية. يحضر معنا كالعادة سي صلاح الدين بن فرش، أخصائي في علم الاجتماع. مرحبا بك سي صلاح. ونضال دمق، فواياجور أدمين جروب أونا فواياجي بور فو. مرحبا بك. رحبوا بضيوفنا الكل، مرحبا بكم في حلقتنا الليلة. نتفرجوا في التقرير ونرجع لكم بعد هذا. باعوا اللي وراهم واللي قدامهم باش يسافروا، سيبوا خدمهم، عائلاتهم، أصحابهم الوقت غير محدد، قروا باش يكتشفوا العالم كيما هما يحبوا يكتشفوه. فما اللي قطع كيلومترات طويلة على ساقيه، وفما اللي خير يعمل رحلات على ظهر الدواب، وفيهم زادة اللي تعدى حدود برشا دول بسكليت ولا موتو وغيره. هما الرحالة اختاروا يعيشوا حياتهم بطريقة مختلفة، والحكاية قديمة برشا، بدأت في القرن 14 مع ابن بطوطة أو شيخ الرحالة في تاريخ البشرية، اللي خير في عمر 21 عام ما يكملش قراية الفقه في المغرب، واختار يبدأ السفر والتجوال. قرابة 29 سنة دار فيهم ابن بطوطة زوز قارات وما يعادل 40 دولة في الوقت الحاضر، وقطع 120 ألف كيلومتر. برشا ناس في العالم حبوا المغامرة والسفر، ووصلوا دخلوا موسوعة جينيس الأرقام القياسية في عدد الأماكن اللي زاروها. جيمس أسكويث واحد منهم، البريطاني واللي في عمر 24 عام، في ظرف 5 سنين وصل زار 196 دولة في مختلف القارات. جيمس اللي كان في كل بلاد يمشيلها يخدم فيها مدة باش يكمل يواصل التحدي متاعه. من جنس اللطيف نلقاو الأمريكية لاكسي ليمتلاس اللي في عمر 21 سنة نجمت تزور 177 دولة. لاكسي عاشت في عائلة مغرومة بالسفر وكانت عندهم شركة للرحلات. أمريكية أخرى حطمت الأرقام القياسية في مجلة جينيس، وهي كازي ديبيكول اللي وصلت في ظرف 18 شهر و26 يوم تسافر ل 196 دولة في العالم. كاسي اللي كان هدفها أنها تحاول تزرع شجرة في كل دولة تسافر لها، والهدف مقاومة التلوث البيئي. هذه صورة المسافر اليمني أحمد القاسمي فوق جمال متاعه يتجول في قارة إفريقيا، وفي رحلة دامت 8 أشهر. خلد أحمد القاسمي اسمه في مجلة جينيس كأول رحالة عربي يقوم برحلة امتدت ل 9500 كيلومتر. من المسافرين العرب زاد عمر السمرة أو العربي ومصري، وصل لقمة جبل إيفغاست في علو أكثر من 8000 متر في سنة 2013. عمر اختار في سفرته تسلق الجبال، سافر لأكثر من 60 دولة. في تونس عنا عميد المسافرين العرب بوراوي رقية في عمر 78 عام، أستاذ جامعي مغروم بالسفر والترحال. بوراوي من 1965 تاريخ أول رحلة ليه، نجم يحقق رقم قياسي بزيارته 210 دولة في العالم. سي صلاح، شنو السر أن واحد ما نجمش يركح في بقعة ديما؟ فما ناس عندهم هالرغبة في أنهم يخرجوا من بلادهم ويكتشفوا بلدان أخرين. شوف سني، ثم مجموعة من التفسير، منها تفسير اللي هو تفسير بيولوجي، معناها يقولوا ثم جينا من الجينات هي سات كات ار حاجة كتنكية اللي هي مسؤولة على هالوبسيسيون هذه، على الرغبة الشديدة
إلى حد أنه تعتبر نوعا ما معناها شكل من أشكال يعني الاختلاف، مش ما نقولوش مش مرض، وإنما الاختلاف لدى البعض اللي عندهم هما يعني سيت اون اوبسيسيون. معناها ديجا بمجرد أنه يبدأ رجع من الفواياج يبدأ يخطط للي بعده، معناها مهما كانت لي مويا اللي عنده، مهما كانت الامكانيات، ما هالتفسير البيولوجي هذا ثم شكون يدعمه بطبيعه الحال، لكن ثم تفاسير انثروبولوجيه اخرى مختلفه شويه ترى اللي ثم ناس عندها طاقات اخرى وعندها شخصيات مختلفه، بناء شخصيه مختلف يرغب في انه يتجاوز، لانه السفر بالنسبه له مش حدود وباسبور وكذا، انما هو يعني انفتاح على الاخر، انك انت تخرج يعني كل مره تكون وحدك في كل فواياج تعمله، ما تكونش انت يعني تحاول انك تكون واحد اخر اللي هو يتجاوب مع ظروف الناس اللي ماشي لهم في وقتهم، في مفاهيمهم، في تصوراتهم، باش يعيش معاهم، باش ياكل معاهم، باش تعرف عليهم، باش يقاسمهم اوقات، مش ماشي هو باش يعني يكون في روحه هو، باش يكون هو في واحد اخر، يعني كل مره باش يكون هو واحد اخر على فكره. يكتشف روحه تقول يكون هو يعني يتبدل، سيت اون ميتامورفوز نتاعو هو، معناها هو يتبدل باش يولي واحد اخر في فتره معينه. وبطبيعه الحال كما يقولوا يعني ثم باحث فرنسي يعني يقول كونه البلدان ما تتغيرش هي، لكن البلدان تتغير بالناس اللي يمشيوا لها. يعني انت باش تقعد تحكي على بلاد كل واحد يحكي عليها بطريقته هو، البلدان هي لكن كل مره نراوها بطريقه من خلال الناس اللي يزوروها، اللي زارها لانه شنو الباجاج الاولاني اللي ماشي به؟ ساعات اللي ماشي به هي احلامه، افكاره، تمثلاته، هذاك اول باجاج هزوا معاه. أو أفكاره المسبقه. نضال، انت تسافر عندك حكايه الجينات هذوما، تحس اللي فما فيك حاجه مختلفه؟ يظهر لي باغ ديفو. انا اول فواياج عملته وانا عمري 15 يوم، دونك جيت على بكري 15 يوم ابسوليومون، نلقى في روحي في سياحه في تصور نشوفه. اي باغ ديفو كما قال الاستاذ، اون دي زومو سابيان، دونك نحبوا نمشيو، نحبوا نسافروا، نحبوا نمشيو لبرشا بلايص. وهذا نشوفه مش كان عندي انا بركه، حتى عند صحابي، حتى عند العائله، حتى يعني. وكما قال الاستاذ، كل واحد يمشي يخرج يعمل فواياج يخمم في الفواياج من بعده، دونك سي باغ ديفو. ونحاولوا ديما نعمل فواياج افيك لو مينيموم دو كو، ويحاول الواحد يخدم. وفات عايش باش نسافر، عايش باش تسافر، تنشوفوا مع ضيوفنا اذا كان هما زادة عايشين باش يسافروا. مره اخرى مرحبا بكم. باش نسالكم الكلكم نفس السؤال قبل ما نسمع حكاياتكم، كل واحد تحس لي جيناتك مختلفه على الناس العاديين اللي ما يسافروش، اللي ما عندهمش رغبه باش يسافروا؟ يظهر لي اي خاطر بالحق وصلنا حتى ما نحبوش نروحوا لتونس قبل ما نحضروا الفواياج اللي من بعده، دونك قبل ما نرجعوا لتونس الفواياج اللي من بعده حاضر. حاجه تتولد بها، حاجه تغرم بها، حاجه تزيد تكبر بالوقت، خاطر فما شكون يحب يسافر اما ماهيش اوبسيسيون، اما فما شكون السفر اوبسيسيون، دونك انا جيماجين وي عندي الجينات هذوما نتاع السفر. نفس الشيء شهرزاد. انا بالنسبه لي كيما اي غرام السفر، كيما مثلا مغروم بالموسيقى ما ينجمش يعيش بلاش موسيقى، اللي مغروم بالرسم ما ينجمش يعيش من غير فن. دونك بور موا السفر غرام، ما نوصلش لكلمه اديكسيون خاطر بارفوا سي بيجوراتيف كي نقولوا اديكسيون، دونك جو ديري بلوتو لا باسيون اللي بها تعيش، معناها تحس روحك عايش كان ما تمارس الباسيون تاعك. حسين نفس الشيء. هي الاولويات في حياتي، أولويات الأولويات، يعني ما تخمم في حتى شيء آخر، حتى في أحلام اليقظة، ولا حتى نخدم، ولا حتى نقرأ حاجة، ولا كذا، ديما في مخي سفر، ولا راه تصويرة، ولا كذا، ديما في مخي الفواياج. سي بوراوي يظل لي أنا اللي باش نجاوب في بقعتك، يظل لي ما تنجمش تكون كيف عامة الناس، يظل لي الجينات بتاعك مختلفة. والله يا ربي يعلم، ما نحس بها مختلفة شوية. نحس بها مختلفة، نفس الشيء. تحسوا اللي فما حاجه فيكم ديما تدسكم انكم تخرجوا، كما نقولوا بالتونسي ما تسخنوش بقعه، ديما دوب ما توصل تحب تمشي. به هذا تاكدنا منه. نرجع لكم مكرم وشهرزاد. انا نشوف في اعماركم هنايا، دونك قاعده نسال كيفاش عملتوا 34 و27 سنه مكرم وشهرزاد، زرتوا 55 بلاد.
أنا 65 شهر زيد. أنت 65 37 أنا فوق 30 ما نحسبش فوق 30 ما عادش تحسبها؟ ما نحبش نحسب. ما تحبش تحسب؟ ما نحبش. أنتم بديتوا كيف ما نضال عمره 15 يوم سافر؟ لا أنا بديت صغير. وقتاش أول فواياج عملته بعد ما خديت الباك. على خاطر على خاطر ديما كيما المونتاليتي نتاع برشا عباد في تونس نحسوه انكسيسيبل لو فواياج، لازمك فلوس، لازمك برشا تحضيرات، لازم لي بارون يوافقوا. دونك اول فواياج عملته بعد ما خديت الباك، خدمت في الصيف، دبرت شويه مصروف، خديت تذكره نتاع طياره، مشيت لتركيا وحدي، عملت 7 جور اوتو ستوب في السود نتاع تركيا. وهو الفواياج اللي من بعد حل لي عينيا وقال لي راهو سهله برشا الحكايه، علاش كنت مصعبها؟ دونك من وقتها حتى وقت اللي كملت القرايه وخدمت، قررت باش نخدم مش في تونس. دونك اول كونترا دو ترافاي مشيت خدمت. دونك بالنسبه ليك اللي يلزمك تخرج من تونس، تربيت في عائله يسافروا مكرم ولا الوالد؟ اي الوالده زاده، اما السفر قبل توا مش كيف كيف، قبل كان اسهل برشا. مي بارون هما مشجعوني بالكدا، معناتها عرفت كيفاش نفسر لهم الغرام، عرفت كيفاش نفسر لهم اللي راني قاعد نتعلم في حاجات وقت اللي نسافر وكل شيء. دونك عاونيني على الاخر، معناتها ان سوتيان موال بلوتو كو فينونسيير، لخاطر الفلوس كنت ندبر وحدي باش نسافر، ما عطاونيش فلوس باش سافرت، اما قالوا لي نعرفوك تنجم تتحمل مسؤوليتك، فازي معناتها فونس. شهرزاد، نتصور بالنسبه للبنيه اصعب شويه، خاطر فماك ديما الجانب نتاع الخوف، نخافوا عليها بنيه تسافر وحدها تمشي شنو ينجم يصير لها، عشتوا انت هذا؟ بون انا عملت سفرات كي كنت صغيره، خاطر بحكم الوالد كان يعيش لبرا، دونك مشينا بحذاه وكل شيء. مي بور موا ماهيش هذيك، او ما نحسبهاش اول سفره في حياتي، ماهيش السفره اللي غيرت لي حياتي واللي غيرتني بالسفر. على الاقل اول مره خذيت الطياره. اول مره خذيت الطياره كنت صغيره، جافي يمكن 7 سنين 8 سنين. مي وقتها من بعدها هي روحنا لتونس والوالد راح لتونس، قعدنا بيريود طويله ما سافرناش حتى لين بعد الباك زاده. دونك لميت مع كادو الباك مع شويه تشجيع وكل شيء، مشيت عملت ستاج اومانيتير في حمايه الحيوانات. في انت التكوين نتاعك شنو؟ انا ايكونومي جيستيون. ايكونومي جيستيون، دونك ما عندوش علاقه. ما عنده حتى علاقه، لا بالسفر لا حتى شيء، غرا. دونك عملت الستاج اومانيتير نتاعي في ليل موريس، وقتها تحطيت في وضعيه اني انا مع اكثر من 30 ستاجير واحد اخر من بلدان الاخرين الكل. دونك عشت التبادل الثقافي وعشت الانفتاح نتاع المخاخ وكل شيء من الفواياج هذيك. ملي روحت لتونس وانا وقتها جي ديسيدي باش نكرس حياتي للسفر. دونك رجعت كملت قريت، عملت ليسونس اون جيستيون دونتربريز. من بعد وقت اللي ماو ليسونس ابليكي عندك ان ستاج تعملو بي اف نتاع 6 شهور. انا ستاج هذيك اخترت نعملو في الهند. دونك حاجة اوريجينال، حاجة اي ما اخترتش بلاد اون اوروب. لا دوتو، على خاطر نحب حاجة مختلفة تماما على اللي نعيش فيه. دونك اخترت الهند، ومن الاول صحيح كانت صعيبة شوية باش تقنع، خاصة البوي الهند وماك تعرف شنو نسمعوا على الهند، نسمعوا كان الخايب وكل شيء. كل الافكار المسبقة الكل اللي عندنا. دونك انا ديجا من المره اللي قبلها وانا نحضر فيهم، نوري فيهم اللي انا راني ريسبونسابل، راني نعرف شنو نعمل، راني ما نحطش روحي في الخطر، راني نتحمل مسؤوليتي وكل شيء. دونك اقنعتهم وخليوني مشيت للهند وعملت ستاج نتاعي وجيتي بيي، على خاطر غادي كاستاج دون اون ملتي ناسيونال كاينها خدمه نورمال. دونك جيتي بيي ان ستاج بيان. ان ستاج بيان فوالا، جيتي بيي لميتك الفلوس، بيسكو في الهند ما فماش برشا مصروف، السكنه عليهم كل شيء عليهم. دونك لميتك الفلوس، وفي الاخر الستاج بي اف في بلاصه لا نروح ديريكتومون لتونس، اخترت باش نعمل كيلكو زوتر بيي في لازي، خاطر معلومه ياسر مهمه في لازي، لي بيي بين البلاد وبلاد ياسر رخاص. تفكر معناها خذيت بيي من الهند لتايلاند ب 50 دولار، من تايلاند لماليزيا 25 دولار، معناها اون فوا مشيت لغاديكا تسهيل الحكايه وتولي سهله برشا. دونك تقول انت اول المصاعب انك تخرج. بالضبط. اون فوا خرجت تولي الحكايه اسهل. بالضبط. انت عندك خوات شهرزاد؟ عندي. عندك خوات قاعدين في تونس؟ عندي اختي اكبر مني باربع سنين تقري الانجلي في الكمبوتش. لها 4 سنين. أكاهو. أكاهو. أي كاهو. أنت وأختك. أنا وأختي. مساكن لي باغون. بون. مكرم وشهرزاد، أنتم معارسين. وي. نتصور ما عرفتوش بعضكم في سالون دو تي في الضاحيه الشماليه نتاع تونس. نذكر مازلت شهرزاد كيف حاطت التصويره نتاع الرونكونتر الاولى نتاعنا، ساكادو شيرت وماريو القلعه في ماليزيا.
دونك اون فيت انا وقت عايش في دبي، شهرزاد في الهند. وقت اللي شهرزاد كملت باش تمشي تعمل الفواياج نتاعها بعد ما في الستاج، انا كنت نحضر في فواياج باش نعمل تور دو لازي وحدي. تقابلنا في ماليزيا في المطار اول مره، هي كانت معها زوج صحابها، انا كنت وحدي. حكينا شويه، نحكيو فرد لغه نتفاهموا، سيتي معناتها سيتي با حاجه اللي تراها برشا تشوف توانسه يسافروا وحدهم ومود سكادو في الازي وكل شيء. دونك قعدنا اون كونتاكت، عام بعد عرسنا. دونك ديجا انت شفت حاجه اوريجينال، اني بنيه وتونسيه وسكادو على ظهرها، وهي دور من بلاد لبلاد. اكزاكتومون، يظهر لي هذه هي الحاجه اللي جلبتك. اكزاكتومون، اون بلوس كيما نحكيو فرد حكايات، فما حكايه انا نبداها هي تكملها، فما حاجات من غير ما نخمو فيهم ولا ما نحكيو فيهم نعملوهم اوتوماتيكمون كيف كيف. اي سورتو لوفيرتور ديسبري، دونك ديما تشوف اللي عبد ما يغزرش من بوان دو في واحد، ديما يحاول يحط روحه في بلاصه الاخر. هذيك من اكثر الحاجات اللي تعلمهم في السفر. دونك عام من بعد رجعنا لتونس، عرسنا، دخلنا في كاسيركل زون دو كونفور نتاعنا. قبل ما تحكي لي كيفاش دخلتوا للسيرك، خاطر العرس مهم بالنسبه لي، عرفتوا بعضكم في مطار. جو سوي تري كيوريوز باش نعرف كيفاش عرستوا. قالت لك جيب لي موسم. والله نتصور نفكر باربيكيو والماء. باربيكيو باربيكيو الخيمه سيغه وتصديره وعرس. كيفاش كان كيفاش كان العرس؟ عملنا دو تيب دو عرس. عملنا الستيل نتاعنا كامبينغ، ميغا كامبينغ، استدعينا صحابنا، سواري جون في بلاج هكا بريفي وكل شيء، وعملنا العرس نتاع لي بارون. كمان عملتوا العرس الكلاسيكي نتاع التصديره ونتاع العواده، خاطر ما يشبه لكمش برشا قلقتوا. والله لي عملناها على خاطر حاجه تفرح والدينا، واحنا هذيك اهم حاجه، كان مش رضيتهم. انتم ديما هاربين بيهم. فوالا، دونك على الاقل وقت اللي انا معناها هو الوليد الاول اللي عرس في عائلته، وانا الطفله الاولى اللي نعرس، ايديكو معناها العائلات حبوا ويفرحوا وفرحنا معاهم وشاركناهم. سيتي اغوفير نعاود نفرح معناها كي ترى فرحتهم هما بركه، كل شيء يهون. مي باغ كونتخ الفواياج دو نوس معناتها حبينا نخبيو برشا فلوس للفواياج دو نوس، والفواياج دو نوس خذينا كومبين كار وشقينا امريكا الكل 55 يوم، وحنا نسوقوا في الكومبين كار من نيويورك حتى تكشي الى الاسكا مشينا. دونك حبينا الفواياج دو نوس يشبه لكم. اكزاكتومون، يشبه لكم من 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 بقعه لبقعه. بعد الفواياج دو نوس رجعنا لتونس، عملنا لو بتي بروجي. كان لو كونفور اللي برشا عباد يحبوا يعيشوه، معناتها دار لقطاتس كل شيء. ومن بعد بدينا ندخلوا في كاسيرك اللي نقلقوا شويه، ودارنا هي وقتاش تجيبوا صغار اللي سميناه احنا القالب. دخلتوا في القالب. اكزاكتومون نتاع عرستوا، عملتوا بروجي، بداوكم كسؤالات من نوع ايا وقتاش تفرحونا بعازب، ايا وقتاش تفرحونا بصبيه. هما التوا هذوكم راهو التوا. وقتاش تاخذوا كريدي وخذوا دار وهذاك الكلام الكل. 10 اشهر بعد العرس، بعد كشويه الموبل اللي خديناه بعناه الكل، فضلنا خلصنا الجونا. استنى ديجا مشيتوا للبيوع، فهمني كيفاش بعد ما تعرس وتعمل بروجي وتعمل دار وتصرف عليها وتشري موبل بيان انستالي، نستناو الثنيه هكا محلوله، تجيبوا مثلا بنيه يقولوا لكم جيبوا لها خوها، تجيبوا خوها يقولوا لكم وقتاش الطهور، طهروا يقولوا لك في السيزيام في الباب، وتلقى روحك فك الحلقه المفرغه نتاع دخلت في الروتين اليوميه، تجري على القراية، على الدروس الخصوصية، على القرض اللي باش تخلصوا. اون فيت من بعد احنا اللي عرسنا عملنا كيما قال كم تي بروجي، دخلنا فاك السيركل اللي كان وقت هذيك سيتي لا سويت لوجيك نتاع كوب العرس. دونك كوب العرسنا شادينا دار وكل شيء، ودونك من بعد بعام نلقاو روحنا نخدموا كم دي ساشارني كي مهبله صباح وليل وقايله، ونخدموا في اكثر حتى من البروجي نتاعنا وكل شيء، باش نجموا نوفروا حقك السفره نتاع العام. انتوما تخدموا باش تلموا حق الفواياج. هذاك لوبجيكتيف نيميرو، معناها لا بريوريتي دي بريوريتي كيما قال حسين، نلموا باش نعملوا فواياج، ما كان عندنا حتى اوبجيكتيف اخر. بعد بعام قلنا احنا كي تعرفنا على بعضنا اللي جمعنا هو سيتي نوتر غيف دو فيغ لو تور دو موند، نلقاو روحنا من بعد عرسنا اي تو من بعد نجيبوا صغار، ولا من بعد يولي اي تو بعد الروتريت كل شيء. بعد في لمينا معناها من خدمنا شتاء كامل، وفي الصيف مشينا لاندونيسيا كي فواياج في العام هذاك نتاعنا لاندونيسيا. ففي وسط الفواياج هذاك فما برشا حاجات تبدلوا، برشا حاجات صاروا، معناها ان كونكور دو سيركونستانس اللي خلانا حاجات من نوع شنو؟
مثلا عملت انا اكسيدون بالموتور وفي فراكسيون سكوند معناها انا نصايب روحي مت وما كنت مصايبني مت وكل شيء كلي كي تقوم تقول معناها كان ربي هزني توا الحمد لله ساعه على كل شيء اسكو جوري ايتي كونتون دو لا في كو جي مني كنت نعمل في حاجه نحبها معناها معناها لافي ما تعرفش حياتي والا لا بالضبط ولا الحياه ما تعرفش وقتاش معناها ما تعرفش وقتاش تقف حكم ربي ما تعرفش وقتاش دوكو قلنا اللي باش يقعد لنا كسوسوا عام 10 سنين نحبوا نعيشوه واحنا نعملوا في حاجه نحبوها دونك راهو احنا لتونس رجعنا بعد الفواياج هذيك قعدنا كشهر هو راهو لا بريس دو ديسيزيون كانت اصعب بيريود اصعب مرحله هي اللي هيا نجزوا هيا نعملوها صعيبه برشا 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 صعيبه برشا من ناحيه انك تخاف من المجهول انك بالضبط. تخاف لا توجع والديك توجع العائله يقول لك بعد ما تهنينا عليكم توا باش تقوموا تقلبوا كل شيء فما منه هذا والله فما هذا دان كوتي وفما لو كوتي ان ما كانش عندنا برشا فلوس نتاع هكا حتى كان رجعنا عندنا منين نبدا معناها كي قلنا باش نبيعوا كل شيء سيكو باش نرجعوا ابارتير دو زيرو وتعرف كوبل ومعرسين معناها ماناش باش نرجعوا كل واحد يعيش في دارهم ولا حاجه سيتي ان معناها لا بور ان بو زيد دو لانكونو فوالا تقول ما تعرفش على الدنيا معناها كان نهار نقروا باش نرجعوا كيفاش باش نرجعوا ولا من بعد فما زيد لي بارون تاع سورتو لي غران بارون هما اكثر اللي تحسوا كي اللي قال لك اش تعملوا معناها كنتوا على حياه محلاها ومعناها سيتي بالحق الحمد لله لا زون دو كونفور ريفي بعد شنو تعملوا باش تقول لهم بعد هذا الكل باش نبيع اللي وراي القدامي نمشي نقري عربيه في اندونيسيا معناها اكثر حاجه بهتتهم كلي ما قلناش زاده ماشيين وعندنا خدمه هكا قاره تستنى فينا ولا استنى فينا بوست وكونترات وباهي في دبي با دي تو جوستومون قالوا لنا كنت تحبوا تعيشوا لبرا ما وراكم مشيتوا خلطت على مكرم ومشيتوا مي سيتي با سا ما كناش نلوجوا على حياه واستقرار لبرا من تونس دايوغ من نهار اللي خرجنا نعرفوا اللي احنا نحبوا نرجعوا لتونس دونك اكل بور هذيك وسورتو كي تحل الدار وتقول باش نبيع كل شيء ويجيوا عبيد والقطاطس بعد لا ربيناهم وكبرناهم يجي شكون يهزهم معناها من اصعب الحاجات كلي ترى في الحاجات اللي بنيتهم في عام اللي بنيته هذاك الكل قاعد يخرج بالضبط من الاول تخاف من بعد اون فوا عملتها وان فوا من الكوتي الاخر تقول معناها علاش قعدت هذا الكل نخمم باش ناخذ هذه الديسيزيون جوستومون هو قلنا الحلمه نتاعنا كل واحد وحده كانت باش نعيشوا اون طونكو سيتويان دو موند ولا نعملوا تور دو موند علاش مع بعضنا نقص الحلم نورمالمون يولي اكبر واسهل Et effectivement, à deux, c'est plus simple de voyager. C'est plus simple. C'est plus simple. Il y a une chose. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus Par exemple, il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Sauf le mec. Sinon, il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une chose qui va être un peu plus de choses. Il y a une باش خاطر عندي 24 ساعه مع بعضنا دونك بشويه بشويه يلزم فما حاجات اللي تبدلهم خاطر ماكش وحدك مي سي بلو سامبل على خاطر فما حاجات تلي بيهم شهر زيد فما حاجات تلي بيهم انا تو سكي بار اكزومبل بلانيفيكاسيون شهر زيد هي تنظم وكل شيء وتو سكي بودجي وفلوس وعندنا 20 دولار هوني و30 دولار هوني دونك هي اللي تخمم وكل شيء وانا بور ليكزيكسيون انا اللي نعرف لي زوبيراسيون وكل شيء وجوست باش نرجع باش نقول لك وقت اللي خرجنا من تونس كل واحد عنده 1000 يورو هذاك اللي بدلناه على الباسبور وخذينا وان واي تيكت لاندونيسيا قلنا نمشيو لاندونيسيا جوستومون وان واي تيكت اندونيسيا كيفاش وقع الاختيار على اندونيسيا يعني قريتوا على اندونيسيا تعرفوا اللي العيشه سهله تعرفوا اللي ما نجموش يصيروا لكم مشاكل هل انكم حضرتوا ملف باش تهاجوا لاندونيسيا ولا خديتوا تذكره ومشيتوا كهو هي اندونيسيا كانت البلاد اخر بلاد سافرنا لها واحنا نخدموا في تونس وكل شيء دونك رجعنا تونس رجعتوا لها اون فيت رجعنا جوستومون رجعنا لاندونيسيا اللي كنا فيها شهرين قبل مشينا شفنا اللي هي تنجم تكون معناتها تنجم تكون البلاصه اللي نجموا نبداو منها الفواياج نتاعنا ولا الاكسبيريونس نتاعنا عرفنا دو لوكو اللي سهلونا برشا حاجات قلنا واي نوت يلزمنا نرجعوا لاندونيسيا ومن غاديكا نشوفوا شنو باش نعملوا دونك خذينا وان واي تيكت ورجعنا لاندونيسيا فين قعدنا ستة اشهر في ستة اشهر يلزمنا نبداو نخدموا باش ندبروا فلوس على خاطر في وسط هذا الكل تخدموا في النوار عندكم اقامه شنو تعملوا بالضبط وقت اللي مشينا عندنا صحابنا الاندونيسيين حضروا لنا ان تيب دو فيزا اسمه سوشيال كالتشرال فيزا اللي هو دو سي موا تنجم تعاون في ديزاكتيفيتي هيومان بينيفولا ولا حاجه
وفما شكون معلم في كل بريفي خلينا راهو معناتها يقريو عرب عربيه وكل شيء نحبوا شكون يقري معناتها نيتيف لانجويج العربيه يقري. هذايا حكايه العربيه على خاطر من سفرتنا الاولانيه نتاع الصيف مشينا احنا حاجه ديما نمشيو ما نمشيوش نشوفوا الحاجات التوريستيك وكل ندخلوا شي لي لوكو. دونك حاجه من الحاجات اللي عملناها في فواياج الصيف صاحبنا الاندونيسي هزنا المدرسه. مدرسة إسلامية يقريوا فيها البيتة هي تقري البنات والأولاد. المدير وقتها قال لنا شخص كنجي وتقريوا كل شيء. وقتها سوغ لو شان قبل حكاية الأكسيدون قبل لنخموا أصلا قعدنا نضحك وقلنا يا تصور بربي نسيبوا الدنيا الكل ونرجعوا نعيشوا في أندونيسيا. معناها وقتها كانت قريوا العربية وقريوا العربية بالحق وقتها ضحكنا على روايحنا على الأخر. وبعد كي روحنا لتونس وولينا نحبوا نخرجوا كانت لنا كاين هذيك ستي كأنه إنو زاتوندو أون بيرش معناها كأنه مدنا يد المساعدة نتاع برا نشدوا في حكاية هذيا نقريوا عربية أون أتوندون أون ديفلوب دوتخ موايان. Donc Kirjana, d'ailleurs, en Indonésie, c'est très très loin de Bali, qui est très touristique et connu. En Indonésie, en Chine, l'île s'appelle Sulawesi, ou بذات البلاصة اسمها Baobab ou Jazira. كنا احنا les seuls étrangers. معناها في 6 mois, on était les seuls manesh indonésiens. معروفين في الحومة نخرجوا اللي بايبينا واللي يجي يتصور معنا واللي معناها بالحق عشنا العيشة الحقيقية متاع الاندونيسيين مش بالضبط. الجانب السياحي متاع تمشي لبالي تتصور في البحر وتهبط وي اكزاكتومون. دونك اول ما وصلنا لاندونيسيا قررنا باش نشوفوا بلاصه فين باش نسكنوا اوتوماتيكمون. خلصنا 500 اورو باش خذينا اس بلس 3 عام كامل 2000 قعدوا منهم 1500 دونك اي اما 500 اورو عام كامل اس بلس 3 على البحر. هذه 500 اورو كري عام كامل والسالير نتاعنا كان 80 اورو ا دو دونك كل واحد 80 اورو في اندونيسيا في سولاويزي اللي عشنا فيها احنا نعملوا كل شيء خاطر بالحق سي دي لوكو قلت لك ما عندهمش مونتاليتي نتاع هذا توريست نبيعوا له باغلى ولا اصلا بالعكس نمشي ويبداو ماذا بيهم ما نهزوا واحنا نقول لهم ليه معناها اساس في با وكل شيء يعني اعطيهم ليكزامبل نتاع نمشيو للمارشي بار اكزومبل باش نقضيو قضيه نتاع جمعه بالحوت واللونغوز تولي في خوي كل والكل شيء 10 اورو ناخذوا قضيه زوز عباد جمعه كامله معناتها. ساشون كو غادي معناها تعلمنا اكثر لو مينيماليزم ولينا نعيشوا باقل حاجات بوسيبل ما نشريوش حاجات زايده معناها نتفكر الدار كريناها سقف وقاع خذينا جريه الحاجه الوحيده اللي خذيناها في الدار. يعني هذا هو سؤالي على خاطر في تونس مع الاسف ما عندناش اكل الفكره والا في تقاليدنا ان نعرسوا باللي يجي بجريع ومن بعد تو الباقي تو يجي يلزمنا كل شيء والزهاز وبيت الفطور وبيت الصاله وبيت النوم وننصبوهم الكل ونتفرجوا فيهم. حسيتوا ارواحكم انكم تجردتوا من الماديات تماما؟ اي لدرجه اللي كي روحنا لتونس معناها دخلنا للدار نقول مش بي عندكم برشا دبش نفس الدار برشا قربج برشا قربج علاش تستحقوا ميكرو اوند وفور وغاز شنو معناها بالحق لا نوسيون تاعك نتاع الحاجه البازيك تتبدل كومبليتمون معناها تولي ترى برشا حاجات دي فوتيليتي احنا بالضبط وحتى لتوا دايوغ اون اساي دو فيفغ افيك لو مينيموم بوسيبل فما حاجات تعملهم وانت تسافر وكي تروح لتونس تولي تطبقهم من غير مثلا حتى كي نغسل الماعون لبرا نبدا نرد في بالي باش ما نستعملش برشا ماء نبدا نرد في بالي على لي برودوي باش ما نشريش برشا وكل شيء كي روحت لتونس وليت بشويه جابليك لي نوسيون اللي تعلمتهم لبرا على عيشتنا في دونك تونس. دونك نحيتك السناسات اللي تربيت عليهم في تونس كي الماء يبدا يفيع ونسيق ونحرب الدنيا والسبيله تبدا محلوله واحنا نغسلوا في الماعون على بعض والضوء اللي يشعل وكل شيء معناها حاجات هني قلت لك ان كان واحد الحاجات اللي تعلمهم في السفر يروح يطبقهم في 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 حياته اليوميه يعيش مسافر في مخه ديجا فهمت معناها تتجرد من اي حاجه تربطك بالماتيريال وبالفيزيك وبالليزابارونس تصور نفس الشيء بالنسبه لللبسه ما واحد ما يستحقش انه يكون عنده جاردروب وكل يوم يبدل لبسه جديده وكل تاخذ قدام شنو باش نلبس اليوم ولينا بالمثال نتاع نلبس نلبس ماستر وناكل محضر نفس الشيء بالنسبه ليك حسين نظرة الناس ما عادش تعني لك حتى شيء، أنت قلت لي شنو هي الكلمة اللي استعملتها؟ أولويات أولويات الأولويات أنك تسافر، نتصور إذا كانك بالنسبة ليك أولو ساعة نسألك سؤال أنت لاباس عليك في الدنيا عندك ماديات كبيرة؟ لا مستورة نخدم في خدمة الحمد لله باهية أنت شنو تخدم؟ أنا انفورماتيسيان في الدنيا انفورماتيسيان، دونك انفورماتيسيان في شركة في شركة في حاجة شهر 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 باهي
مستور والحمد لله. المستور والحمد لله. اليوم في تونس ينجم يكون السفر أولوية الأولويات بالنسبة ليها، كيفاش يعمل؟ تنجم بيان سور تنجم اذا كانت حتى هي في اول اهتماماتك، معناها خاطر ديجا ثم شكون احنا صغار ديجا يورونا احنا موديل نتاع ريوسيت شما معين، حتى في الخدمه في القرايه في الفاسون كيفاش تلبس كيفاش تاكل كل شيء، يعني تقرا تخدم تعرس تجيب صغار سون كو فورسيمون اسكو مون مانيش كونتر الحكايه بخي تو سي دي شوا مي هما اختيارات هما اختيارات، لكن انت في غالب الاحيان معناها ماكش بالضروره مقتنع، ساعات تلقى روحك حتى انت صغير نتصور كيف حتى الناس الكل معناها صغار حلمنا مره تقول نحب نولي طبيب مرة طيارشي مرة كوارشي مرة نحب نعمل برشا فلوس اي اون سبوز جامي لا كيستيون شنو تحب انت اي سي سا لا فري كيستيون دونك انا اللي نشبه انت تقول ديما وقت اللي تخمم شنو يحبوني نولي شنو يحبوني نكون كيفاش الناس باش تحترمني والا كيفاش باش ننجح في حياتي بالنسبه للمقاييس اللي في مجتمعنا والمعايير زاد هو معيار بتاع النجاح دونك ديجا هو المعيار بتاع النجاح عند العباد يقولوا اسمع ولا تيان خدم عمل فلوس عمل دار عمل كرهبه عمل كذا فهمت دونك سي سا مش ثماش بالنسبه لي انا السعاده هي المعيار الحقيقي بتاعنا جاسكو انت فرحان تي بيان دون تابو با سي بلوز امبورتون ممكن ثم زاد اكرهات الواقع خاطر انا جي با كومبليتمون سيدي خاطر بحكم نخدم عندي دي شارج عندي مسؤوليات زاد اما ديما في طريقه في سلم اولوياتي هي الفواياج مش كيما مكرم وشهرزاد سلموا في كل شيء انت ما سلمتش ان فيت انا حكايه اخرى خاطر تو سامبلومون سي كو نشبهها كيف ما نقولوا بي الي روتور معناها اللي صار لي كيف ما كنت انا صغير حسام لاتيتيود اللي رجعت لها توا رجعت كيف ما كنت انا نخمم من صغير مي ان بو بلو ديفلوبي خاطر ميز ابار لو فيت دو فواياجي ان اكتيفيست في الانفيرونمون في تونس دونك عندي زاد حاجات اهتمامات بيئيه كبيره برشا واللي مخصص لها زاد وقت حيز كبير من وقتي لكن لو سور دي شوز اللي احنا صغير احنا دارنا انا في مدينة بيجة نوجه لهم التحية بالمناسبة دارنا قريبة ياسر من جبل معناها الغاديكا الفوري نتاعنا وبالزهر بحذا الفوري هذيك ثم دي شارج دونك حتى كي كنت نمشي الغابة هذيك حتى كي ما ثماش نمر ولا كذا دونك أنا في مخيلتي ثم نمر ثم سيت بالضبط وبعدها بالضبط ثم دي شارج معناها مصب نتاع نفايات دونك الديالكتيك هذيك الكونتراست الموجود هذاك دونك بشويه بشويه افيك دي بيكور دو ريفي ديفيرونت في دي ستاد معينين رجعت نلقى روحي انا توا فواياجور وميم طون زاد اكتيفيست اون انفيرونمون. ما قلتليش كيف اصبت بهذا المرض تاع الصفر؟ مو مش مرض هو انا نعتبره مرض هو عشق. هو انا نسموها لا هو مش مرض واحد ما يداويش منه هو مش مرض انا نسميه مثلا غولاسيون علاقه غراميه اوتخمون دير اي احلى من مرض سي باسكو في سا سيت باسيون نعملوها بافيك بوكو دامور من وقتنا من حياتنا من كل شيء باهي قصه الحب مالها كيفاش بدات كيفاش بدات باكسيدون كلنا باكسيدون باهي باكسيدون مارياج تاع الاكسيدون جيتك on a beaucoup à se dire. En fait, il y a peut-être accident, peut-être réconciliation, معناها piqûre de réveil, ou بعد réconciliation, ou بعد piqûre de réveil. Ça sera un petit bien. Athlète, kiffes ça. Je suis en train de donc je voulais faire, معناها, une opportunité de rejoindre tous. مانيش عارف لاني مخي باش نعمل فواياج معناتها اللي هو انت علاش وقتها تحب تخرج من تونس؟ حبيت نخرج نكمل قرايتي لبرا ما نجمتش دونك لو سول موان لو موان شير لو بلو بوسيبل اللي هو نمشي لتركيا في بروغرام ديشونج افيك ان اورغانيزم دونك مشيت الحق من الاول بدات انتيغراسيون نتاعي صعيبه شويه مي بعد بديت نعرف مشيت باش تقعد يعني فوالا مده طويله مش نتاع سفره لا 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 باش تقعد عام مي اون فيت اللي صار البروغرام ديشونج هذا اونتي ا بوبخي اون ترونتين دو ناسيوناليتي فرد مدينه معناها دونك ثم ديفيرسيتي كولتوريل كبيره على الاخر والعباد دونك الاكتشاف بدا من بلاد وناس من بلدان مختلفه وحتى الاتراك هما بيدهم معناها كانوا معناها باهين ياسر معايا دونك ديما كنت كنا عندنا بروغرام مره في الجمعتين نمشيو لبلاصه معينه صارت لي مشكله في البروبليم تاع كارت سيجور خاطر انا يلزم نبدل الباسبور نتاعي وقت انا بديت عملت ترانزيسيون بين القرايه وانا الفي بروفيسيونيل دونك تعديت صارت لي مشكله في الكارت سيجور الغادي كان تاع في تركيا معناها باسكو يافي ريان كي بروفي لي ايتوديون على ليبوك بريف جاني وقت حبيت نعمل السفره نتاعي بلوتو حبيت نعمل كارت سيجور جاني كود فيل وقتها من الكوميساريا اللي عندي زوز حلول يا اما نخرج برا تركيا ونرجع ولا ندفع حكايه 500 دولار خطيه اللي هو المبلغ هذا ما عنديش في الوقت هذاك دونك ما عندي حتى حل في الوقت نفكر في البيرو حليت جوجل بدي نشوف نلقى العراق فيها حرب
نلقى ايران كيف كيف ما نجمش نمشي لها. انا نشوف بجنب البلاصه نجم نمشي لها، البلاصه الوحيده اللي كنت نجم نمشي لها سيتي سوريا في الوقت هذاك. ما ثماش كيران وقتها سوريا، وقتها خذيت مشيت خذيت بوز دو نوي لاقرب نقطه حدوديه في 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 سوريا. النقطه الحدوديه من تركيا لسوريا. في العام هذا؟ سي اون 2006. اه 2006 قبل قبل المشاكل. لكن في وقت هذاك كانت زون حساسه خاطر تتعدى على زو دي زون فيها ما عندهم مشاكل مع الكراد وعندهم ثم مشاكل في العراق. دونك صارت لي كمان مشاكل اكوز دو سا. صارت لي مشاكل خاطر بقيت محصور حكيت يومين في الحدود بين سوريا وسوريا وتركيا. باش نمشي لغادي يقول لي برا، نمشي لغادي يقول لي برا. بقيت نهارين بعدنا واحد اللي في انا ريستورون في وسط في باب الهواء الغديكة، راجل مزارع صغير قلت له راهو هكا وهكا صورة فيها وفيها، قال لي اسمعني ما يجيش تقعد اون بلوس سي دونجرو، اجا نهز بيتك معايا والدار الكل فيها الزبيوت. دونك معناها خرج الناس الكل فهمتي فيك الواحد كذا وخليني انا في البيت هذيك، معناها انا حكمت على عيملة كاملة فيها ثمانية باش يقعدوا فرد بيت، وانا خذيت أحسن بيت خاطر فيها تلفزة وفيها كل شيء وفيها. كملت قعدت معاه شويه بعد قلت له لازم نمشي للحدود، وصلت خاطرهم يبدلوا كل مره نستنى الاتراك يبدلوا الشيفت نتاعهم تاع الواحد، نقول انا نحاول معاهم نحاول معاهم. وصلت لغاديكا في واحد تسكى مديت له الباسبور، اول حاجه عملها ضربني في بالباسبور في عينيا وقتها في الواحد، وقتها تسكرت قلت له اسمعني انا ميت ميت خل نموت على الاقل تونس تعرف وين انا موجود ولا. دونك صارت فيها حاجات معناها ما تشرفش برشا، مي الشعب التركي نحبوا برشا، مي حاجات ما نجمش نقولها. حاجات من انا ارسلمون ضرب اهانات. شنو ارسلمون ضرب؟ ضربوك ضربوك على خاطر تحب تدخل لتركيا؟ شنو ما فهمتش شنو كانت مشكلتهم؟ انت كنت في تركيا؟ في بالهم انا ترافيكون، في بالهم انا تيروريست، في بالهم انا كلوندستان نحب نحرق الكذا. دونك نحكيو على 2006 معناها. اي موجوده خاطر الموجود قبل الوقت هذاك ثم توانسه كانوا يمشيوا حتى المناطق النزاع معناها. بعد جاي واحد حن عليا شويه فهمتني في الواحد، دونك قال لهم عيب اللي تعملوا فيه، جاب لي كاسكروت، جاب لي كاستي، طبع لي في الباسبور، قال لي ما تخرجش اقعد حتى الجي بيوس معناها في ونهزك تروح بيك. اللي يقول القايل يقول اسمع ذي اكسيدون ولي ما عادش نسافر جمله. هذايا تشد الدار وتقول جمله انا دارنا ديجا عارفوا الحكايه بعد اربع سنين. من بلادي. ديجا دارنا عارفوا الحكايه بعد اربع سنين، سينو ما جامي خلوني نسافر. بعد في الثنية في المرويح بعد جم نلقى وقت نلقى عندي وقتها اللي في عندي ورقة وستيل ونلقى روحي نكتب نكتب في الموثق في اليسار. كي وصلت معناها الفترة خاطر الرحلة دامت هي كيما نقولوا من البلاصة اللي أنا فيها المدينة نسكن فيها أبوبخي ثم 13 ساعة. بعد جيت تخوفي أن غيسي مزيان برشا نجم يبقى لولادي ولاد أختي كذا اللي هو إي دوكو حسيت ثم أفونتور ثم حكاية. من وقتها ولدت كتبربيشه نتاع صغيره كنا صغيره كجو بروني الريسك باش نعمل حكايه غير كو بور اون اكسبيريونس ولا بور اون فواتور قويت في مخي. بقيت على النهج هذاك في تركيا، وبعد من تركيا سافرت مشيت الاردن ومشيت معناها لي بي فوازان، دونك كل ما تيح الفرصه نمشي. رجعت لتونس صارت لي ريكونسيليسيون مع تونس قويه برشا، اللي قبل انا بلاد كنت نحب نخرج منها باي طريقه، مي وليد كيف ما نقولوا الحاج قاسم البلارج معناها عندنا في بيجا احنا نسموه سي اوازو ميغراتواغ طير مهاجر يمشي يدور فهمتي كذا ويرجع تونس خاطر سي مون روبير. اكتشفت اللي انت تحب تقعد في تونس اما تحب كوت كوت تخرج وين مشيت؟ بقيت وقتها شهر بطال في تونس، وبعد بديت نشد شراكه روحي شويه في خدمه، بديت كل مره في بديت بعمان بلا في خاطر عندي صحابي في تركيا مشيت بعدهم، بعد مشيت للمغرب، ووقتها في البريود هذيك بديت نسافر برشا وبداو الفاميليا نتاعي يتقلقوا فهمت. شنو اللي قلقهم؟ قلقهم اللي انا بالنسبه لي سي دو غاسبياج مش قاعد تكون مش قاعد نكون. دونك تفكر مره خاطر انا برطماني عطي مفتاحي لامي معناها تجي تطل علي طون زون طون باش بقل ما قلقونيش ولا كذا ما قلتلهمش. مشيت للمغرب وقتها وتليفوني يخدم في المغرب، وامي مشات للدار مشيت وطيبت مقرونه وكل شيء وكذا طلبتني فابني خط لي جيب زوز باكيت في يدك. قلت لها امي راني في المغرب، قلت لي نازل المغرب، قلت لها ليه في المغرب؟ حسيتو. لي انت تويك لي ديستيناسيون اللي كنت تسمي لي فيهم حسين المغرب تركيا تركيا لي انا قاعده نشوف انت وقتها كنت تحاول تمشي للبلدان اللي ما يستوبوش فيزا اختيارك كان باش ما تعيش شكل المعاناه نتاع انك تصب فيزا ويترفض لك. هو سان كريتير مي سيتي با فورسيمون سيتي كيما قلت لك ساعات حاولت
حاولت تطلب فيزا باش تمشي ما لا ترفضت فما بلايص فما بلايص ترفضت فيهم في الفيزا معناها عادي معناها صاروا وصلت حتى ندبلاسي البلايص باش ناخذ فيزا وصلت نمشي للجزائر مثلا باش ناخذ فيزا لبلاد معينه فهمت وصلت في مثلا ساعات البريبل نتاعي تبدل الكل مثلا مشيت مره وقتها حبيت ندخل لفيتنام ترفضت ثلاثه مرات في ثلاثه بلايص في الفيزا خاطر ما يلزم ندخل من البر ما يعطيوش على الواحد الفيزا دونك عملت ديستيناسيون اخرى اللي هي ما كانش في البرنامج مشيت للاوس واللي هي سيتي لو ميور دو بيريبل الكل في صربيا مثلا كنت ماشي باش نراح حاجه صارت لي انكدوت نلقى روحي نخدم في مخيم تاع لاجئين في صربيا معناتها في الوقت هذاك الكل دونك سي سا سي حاجات ديما نخلي ديما نحب معناها نحط اوبجيكتيف في مخي اللي انت باش تمشي للبقعه هذيك وحتى كي ترفض لك الفيزا ماكش من النوع اللي تشد تركينه وتقعد تبكي على الحكايه ولا تحاول تحرق عندي مرض خاطر فما برشا شبان على كل الرفض نتاع الفيزا هذاك يقول لك انا ما عنديش حل اخر سوى اني نحرق لا لا ما عنديش هذايا اون بليس ديما خلي مارج دامبروفيزاسيون ديما حتى كي تسافر عندك لي هايلايت وساعات لامبروفيزاسيون هي احلى حاله ديما خلي مارج جانب ارتجالي معناها في الحكايه الكل اللي باش تعمل حاجه بوتيتر كو جي با بلانيفي دو تو معناها قداش من مره تسافر في العام؟ انت توا ما وليت اقل من قبل دونك توا وليت اربع خمسه مرات قبل كيف بديت وصلت نص سته سبع مرات في العام كيفاش تخدم؟ نستحايل ما تسالني انا نقول لي 20 مارس اسكو فري ولا العيد الصغير مع العيد الكبير حافظ البلانينغ الكل اون بليس قبل ليبوك ثم ان افونتاج في خدمتي دونك كون افي دي زور دو ريكوبيراسيون دونك انا نخدم اكثر من نخدم برشا 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 باش تنجم دونك ما عندكش معناها المشكله نتاع تعمر تيتر دو كونجي وتقعد تستنى حتى اللي نعرفك لا منظم في خدمتي اشار لك عليه من الحق منظم في خدمتي حتى في ليكيب هكذا منظم في خدمتي فهمت دونك نخدم اكثر برشا من العباد معناها نخدم انا موين نص ل 50 ساعه في الجمعه نخدم فهمت غيان كو باش نخلي وقت نخليك سوايع هذوكم دي جور دو كونجي سوبليمونتير على لي جور دو كونجي اللي عندنا زيدهم مع العيد الصغير ولا مع حكايه مثلا اللي دي فيت بون بار انا مثلا مع دارنا بنحضر كان في العيد الكبير برك مي الاخرين كلي جور فري ولا اللي فيت ريليجيوز الكل دونك نحاول نلصقهم في بعضهم نلصقهم في بعضهم ونمشي دونك تجاوزت مشكله الفلوس تجاوزت مشكله الفيزا اذا كان ما يتعطاكش تجاوزت مشكله الخدمه والكونجيات هذه هي حياتك دونك تحاول تسافر أربع خمسة مرات في العام بالضبط اللي هما برشا كمان معناها نجم نقولوا تقريبا كل ثلاثة أشهر تسافر أو موين هكاك مي أنتم قررتوا تمشيوا من غير ما ترجعوا هذا هو الفرق بينكم وبين حسين بعد دخلتوا تقريوا في العربية و80 أورو ومن بعد دونك جوستومون حبيت نرجع لك 1000 أورو سيتي لو بودجي الكانيوت توتال نتاع أن فواياج دو 2 أن ما قلنا قعد منهم 1500 برك قعد منهم 1500 دونك لازمنا ندبروا كيفاش نخدموا واحنا نسافروا دونك اون تروفي ان موان دو فواياجي اون ترافايون ولا دو ترافايي اون فواياجون فما برشا دي بلاتفورم اللي تنجم تدبر فيهم خدم واحنا قاعدين نسافروا قابلنا برشا دي ديجيتال نوماد اللي هما عباد عندهم ان سافوار فيغ فهمنا ديجيتال نوماد ديجيتال نوماد اللي هما عباد عندهم ان سافوار فيغ ينجموا يخدموا من غير ما يكونوا بازي في بيرو في بلاصه في بلاصه اللي عنده فيها الاورديناتور وانترنت ينجم يخدم دونك لي ديجيتال نوماد هذوما ريناهم برشا يسافروا ويدبروا في فلوس يخدموا في دي ميسيون دو فريلانس ولا فما شكون حتى عنده سوسيتي يخدم فيها اما الميسيون اما خدمته ما تستوجبش اللي يكون قاعد في بيرو ديما كل يوم دونك حكينا معاهم سالناهم كيفاش تعملوا كل شيء دونك قلنا علاش مش احنا زاده شنو المانع اللي نكونوا احنا نجموا نعيشوا ونسافروا ونخدموا فرد وقت دونك ونا تخوفي دي مويان باش نخدموا ونسافروا فرد وقت في شهر زاده تكتب دي زارتيكل بور دو فواياج بور دي ماجازين دو فواياج عملنا دي ميسيون دو فريلانس حتى ديفلوبمون تاع سيت نتاع اوتيل مشينا له في بلاصه بعيده قلنا له باش نعملوا لك سيت وتصور وكل شيء وتخلصنا دونك معناها تقول اللي امبورتون دو ميتريزي لوتي انفورماتيك ولا هي يعني احنا ما تعلمناش تعلمنا في شهرزاد تعلمت ديفلوبمون بازيك نتاع سيت فيترين في اون فيت سي غراس ا دي سيت ياسر ساهلين كيما البيكس دوت كوم نذكر ولا ساهل برشا ما في ما يتطلبش معناها الباز نتاع قرايتنا ايكونومي جيستيون الاثنين معناها ما عندنا حتى علاقه مع لوتي انفورماتيك مي كل شيء يتعلم علاش قبيله كي قلت انت فما دي جون ما عندهمش على الدينار سكو فما مشكله كيلكو بار معناها الانترنت تعلمك كل شيء تخليك تتعلم حاجات جدد
tu monétises les choses que tu apprends. Il y a des choses avec les nouveaux métiers, il y a des centaines de métiers qui sont sur Internet. وهذا الكل عنا ليه أكسي غراتويتمون معناها سور جوجل وكل شيء تلقى كل شيء تنجم تتعلم اللي تحب عليه الكل وحبيت نرجع زيد على بوان آخر اللي احنا في فاست الغفو متاع الفيزا احنا بيرسونيلمون مش فورسيمون البلدين الكل بلاش فيزا فما بلدين بالفيزا أما فما مثلا فيزا الاريفي كيما كمبودج وكيما لاوس فما فيزا الاريفي وفما بلدين زيد الفيزا متاحهم سهل وفما بلدين الفيزا متاحهم مستحيل معناها بالنسبة للشاب ما عنده حتى شيء مستحيل يتحصل على التأشير Voilà, principalement, à la Khatarahna Fitounes, on associe le visa, le visa Schengen. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais peut-être que le refus est le plus grand, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Alors que femme a été en train de se faire, en Thaïlande. تايلاند توريه اللي انت عندك اوتيل وين باش تسكن وريزرفاسيون تاع الطياره تاخذ الفيزا نتاعك الهند كيف شويه فما حتى اشكال ماهيش بلاد ديستيناسيون تاع يهاجروا لها يمشيوا لها للتحويس اكثر مش باش يعيشوا فيها دايوغ حتى حكايه الهجره معناها انا نستغرب من اللي يحبوا يهاجروا كلونديستينمون لبلدان اخرين الوغ كو فما بلدان تنجم تمشي لهم باوراقك بالفيزا نتاعك تعطيك مثلا فيزا 3 موا كيما ماليزيا كيما جابون كل شيء وغادي سوغ بلاس تنجم تلقى خدمه سوغ بلاس معناها بقدرك باوراقك بتو سكو تو فو سورتو كو احنا توينسا رانا عندنا افونتاج كبير برشا لو فات اللي احنا الاكثريه نحكيو ثلاثه لغات العربيه والفرنسويه والانجليزيه دونك تلقى خدمه بسهوله وخاصه اذا كانك ما عندكش في ذهنك انك تخدم خدمه باش تصور منها برشا فلوس باش تستغنى باش تكون وتهبط كرهبه وترجع لبلادك الفكره هذيك راهو الشبان بصفه عامه يقول لك مشي لايطاليا وخدم في لست ادري ماذا في موبقات كبار باش ينجم يهبطك الكرهبه في الصيف انتم الفكره شنو اللي خدمتوا؟ جوستومون حبيت نعطيك ايدي على شنو خدمنا بعد ما قرينا عربيه في اندونيسيا ونا جيري ان سينما في كمبودج خدمنا في فيرم دو فريز في لاوس خدمنا افيك لي فامي نوماد مونغول في منغوليا dans une ferme pédagogique في كوريا dans un hôtel ou resto في الفيتنام سريلانكا الهند معناتها كل ما نمشي وندبروا اكسبيريونس اللي تقربنا فما تلقى خدمه اي كانت فما دي بلاتفورم اللي يخليوك تنجم تدبر سيت اكسبيريونس اللي هي خدمه اون كونتر بارتي لوجي نوري قاعدين تتنقلوا لتوا من بلاد لبلاد Bé. En fait, chez Ouest Tajerba Hedi, on a créé un nouveau concept de voyage. Qui fait On a commencé le blog, on a un blog, c'est mon makensha.net, nous avons fait des articles sur les voyages. Qui nous ont fait nous avons fait des informations, qui 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 fait des blog. Donc, on a une communauté sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, ou tout ça, où ils ont fait des informations. في وسط الاكسبيريونس هذيك العباد ولاو يبعثوا لنا دي ميساج علاش ما تهزوناش معاكم علاش ما نجيوش ما تعيشوناش اكسبيريونس ملي تعيشوها خاطر احنا ديما نحاولوا نعيشوا حاجات اتيبيك وبعاد على الاخر على الكلاسيك دونك قلنا بوركوا با معناها هذيا فرصه الاكسبيرتيز نتاع الفواياج معناها اون اي دوفنو دو سيغتانز اكسبير في البلانيفيكاسيون دو فواياج دونك قلنا علاش لي ما اون في با بروفيتي دوتر بيرسون دونك ولينا اونتر اوتر لان دي مويان بور فينونسي نو فواياج سيتي لورغانيزاسيون دو بوتي فواياج بور لي جون اللي تبعوا فينا معناها احنا نعملوا سيركوي ننظموا لهم سيركوي باش يعرفوا ديريكتومون وين يمشيوا نحكيوا على سيركوي اور دي سانتي باتو ماناش نحكيوا على سيركوي سياحي اللي تلقاه في اي اجونس دو فواياج هكا يهزك تشوف لي مونيمون اللي موجودين وتعمل التصويره ديما حاولنا تكون فما اكسبيريونس مثلا عملنا اسونسيون نتاع بركان في اندونيسيا احتفلنا بالهولي فيستيفال لو فيستيفال دي كولور في الهند مع الهنود مشينا شي لي نوماد مارين في اندونيسيا زيد معناها عباد ما عمرهم لا راو دي زيترونجي دونك ديما نحاولوا نعملوا دي اكسبيريونس هكاكا نعملوا دي بروغرام بين 10 و 12 يوم بالديتاي بالنهار الاول النهار الثاني واحنا نمشيو معاهم معناها في الاكسبيريونس هذيك ويجيونا وين احنا نبداو التجربه ومن بعد 10 ايام يروحوا على رواحهم معناها ان جونغ دو شنو تور اوبيراتور جونغ اجونس نخدموا افيك دي اجونس لوكو
دونك عندنا نو بارتنير لوكو في البلايص اللي نمشيو لهم، دونك نجمو ناخذوا دي بخي ياسر طياره. يجيو العباد، هما العباد اللي يحبوا يجيو يحبوا يعيشوا معنا الاكسبيريونس هذيك في البلاد هذيك. دونك لي كامبينغ في ديزيل فيرغين ما فيهم كان احنا، ولا كيما قالت لك شهرزاد لي اكسبيريونس مع لي نوماد ماران وكل شيء. دونك احنا جوست لي اكومبانياتور، على خاطر العباد يحبوا يعيشوا اكسبيريونس جديده في وسط الفواياج، ماهيش اور دو دي سيركوي هذوك من الكلاسيك وكل شيء. دو ديجا ليدي نتاع البروجي نتاعنا اللي نخدموا فيه توا رجعنا لتونس، اللي هي بلاتفورم دو ميز اون ريلاسيون بين لي بلوغور اي لي فواياجور. تحكي لي على الرجوع لتونس مباشره بعد الفاصل.